أهلا بكم. اللجنة المنظمة لبطولة كوبا أمريكا عبرت عن قلقها إذا قلت حضور الجمهور في نسختها المقامة في البرازيل. مباراة الافتتاح بين البرازيل وبوليفيا حضرها 47 ألف متفرج فقط، وملعب مورومبي يتسع لحوالي 65 ألف متفرج. أما مواجهة فنزويلا والبيرو فلم تتخطى حاجز 11 ألف متفرج، وقيمت بملعب غريميو أرينا، ملعب الماراكانا الشهير اللي يتسع لحوالي 80 ألف متفرج. استضاف مباراة برغواي وقطر، وعدد الحضور لم يتجاوز سوى 19 ألف متفرج. رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية أليخاندرو دومينغيز وعد بإصلاحات عاجلة فيما يخص قضية بيع التذاكر، واللجنة المنظمة اعترفت بأن فوضى بيع التذاكر سبب رئيسي في عزوف حضور الجمهور لمباريات كوبا أمريكا. أما الحكومة البرازيلية فأصدرت قرار قبل البطولة يمنع أصحاب السوابق من جميع الدول بما فيها البلد المنظم من حضور المباريات، خوفاً على حصول أعمال شغب تأثر على الشكل العام لكوبا أمريكا.